الحقيقة الطب رائع، وأنا شايف إن الطبيب لما بيكون ليه فهم لمعاملات الله بيكون طبيب ناجح، مش بس طبيا، لكن البعد النفسي في الطب لما بيتعالج مع المرض ده بعد بيتوفر بصورة واضحة جدا في علاج وفي حياة الطبيب المؤمن. وفي موضوع اختلف عليه العلماء والنقابات وحصل عليه جدل على مستوى البلاد، وهو موضوع زراعة الأعضاء. ناس كتير قوي بتقول زراعة الأعضاء حلال، وناس كتير قوي بتقول زراعة الأعضاء حرام، وبنترك حلال وحرام للفقهاء والمتخصصين في الدين، لكن أنا بتكلم على بعد روحي نفسي في موضوع زراعة الأعضاء. وأنا شايف إن لما بيكون المريض محتاج عضو حيوي لحياته ونقدر نمده بجزء من إنسان سليم، من الناحية الطبية دي معجزة، والطب نجح في تحقيق هذا المعجزة. في دلوقتي زرع كبد، في زرع كلى، في زرع قلب ورئة. زراعة الأعضاء عملت ثورة في تاريخ المرض وثورة في عالم الصحة والطب. لكن في بعد روحي أنا بتكلم عليه على الشخص اللي اتزرع له عضو. هل الشخص اللي اتزرع له عضو، طبعا ده عملية مكلفة ومحتاج طب متطور جدا، محتاج جراحات دقيقة جدا، لأن زراعة الأعضاء كلها عمليات جراحية، محتاج متابعة وعنايات مركزة. بعض الأعضاء تزرع بملايين الجنيهات ونسبة النجاح نسبة حلوة مرموقة، لكن ما زال هناك نسبة عالية من الفشل. لكن المشكلة أن هذا الإنسان اللي بيحتاج لعضو بالملايين نسي قيمة جسده، ومعرفش أنه جواه ملايين، وعاوز أقول بدون مبالغة مليارات من الجنيهات جوه هذا الجسد. لما بيحتاج كبد بأكتر من 1,000,000 جنيه، لما بيحتاج كلى بأكتر من 100,000 جنيه، شوف على قص على هذا الأعضاء حتى اللي الطب لم ينجح في زراعتها. جوه جسمك كم مليون؟ جوه جسمك كم مليار؟ هل تعلم تماما ان جسمك ده كله خلق بكلمة الله؟ وهل تعلم تماما ان جسدك ده غالي على الله؟ فجسمك الغالي وجسدك الغالي بلغة الملايين اللي بتسويها زراعة الأعضاء المختلفة، ده جسد غالي جدا. بزعل على الإنسان اللي لما يفقد حياته على الأرض ويموت، هذا الكيان الغالي الروعة في الخلق يكون نهايته الحريق في جهنم. فأنا بدخل من مدخل زراعة الأعضاء بقول لا، جسدك غالي، أنت كيان غالي، سلم للرب طريقك، سلم للرب قلبك، أطلب للرب من الرب نجاتك من الموت الأبدي. أنت غالي على الرب وجواك أعضاء غالية، ربنا يديك حياة وحياة أبدية على حساب دم المسيح. أمين.